الصنف هو عنوان القصة الأولى، وده العنوان الرئيسي اللي موجود ببنط كبير على غلاف المجموعة، بينما ببنط الفرعي هنجد تحت عنوان هذا العنوان الرئيسي الصنف هنجد حكاية الملاك والصبية. الصنف ده عنوان القصة الأولى، وحكاية الملاك والصبية هي الحكاية التي تمثل جوهر القصة الثانية صاحبة العنوان الطويل الذي قرأته الآن. يبقى احنا إذن أمام كتابة تتعامل مع فكرة العناوين من منظور فني وجمالي وليس من منظور مجاني. يعني هنا في تعليقاتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بالمناسبة قد تجد نصوصا كبيرة ولكن ستجد عناوينها مكرورة أو عناوينها لا تضيف بعدا جماليا للنص أو لا تقدم أو لا تمثل إضافة نوعية للنص السردي، لأن طبعا احنا عندنا تصورات في الحقيقة تقليدية جدا وكلاسيكية للغاية حول دور العنوان في النص الأدبي. يعني دائما بعد أن يكتب الكتاب النصوص تجد أنه يحاول أن يأتي زي في المجموعات القصصية بإما بعنوان من المجموعة أو عنوان يقول لك إيه بيعبر عن المجموعة، فكرة يعبر دي وكأن الأدب يمثل هذه الحالة الآلية أو هذا النقل المرئي للواقع. الواقع الأدب أوسع من ذلك بكثير. المهم إن سعيد نوح يلعب كثيرا مع عناوينه ويستخدم العناوين على نحو جمالي دائما، وهذه الاستخدامات حاضرة في من خلال عناوين القصص التي أشرت إليها أو من خلال عناوين الأعمال السردية التي كتبها والتي أشرت إليها أيضا. لكن على في هذه المجموعة تحديدا نحن أمام عنوانين، عنوان رئيسي يمثل القصة الأولى في الصنف. الصنف في الحقيقة الذي ليس حاضرا في القصة الأولى فقط لكنه حاضر في معظم المجموعة. الصنف الذي لا يغيب العقل لأن كل فقط يعني وليس هو الأنفاس المغيبة للوعي بتعبير النص، وليس هو صانع البهجة أيضا، وليس هو صانع اللذة العابرة أو المؤقتة، لكن الصنف أيضا الذي غرق فيه الجميع بما فيه بالمناسبة بما فيه التراث ذاته، يعني من خلال مسألة المرويات التراثية الموجودة داخل هذه المجموعة. طيب إذن بنية العناوين لدى سعيد نوح تكتسب بعدا جماليا وتعامل معها الكاتب وفق هذه الحساسية الفنية التي أشير إليها. أيضا طيب هذه المجموعة القصصية، طيب الدكتورة صفاء أشارت إلى فكرة طب إيه الأبطال الذين يتحرك بينهم سعيد نوح، الأبطال الذين أقدمهم في عالم، ودي كانت إشارة مهمة. في الحقيقة هناك مصطلح أطلقته على في دراسة حواها طبعا كتابي كان كتاب قديم يعني في العام 2011 الرواية المصرية سؤال الحرية ومساءلة الاستبداد. كانت الدراسة تحمل عنوان الرواية الجديدة رواية الهامش ورؤية العالم. كان من ضمن المسألة ما أسميته بهوامش ما بعد القاع. الأبطال لدى سعيد نوح ينتمون إلى ما يسمى هامش ما بعد القاع، يعني هذا ليس هوامش القاع التي رأيناها مثلا في كتابة يوسف إدريس مثلا على سبيل المثال، في أعمال عديدة من بينها مثلا قاع المدينة على سبيل المثال. نحن أمام كتابة تستحضر ما أسميه بهوامش ما بعد القاع، يعني نجلاء مثلا المومس الفموية بين قوسين حنفنف أو حنفي الذي هو أقل شيء يفعله هو الرشوة، هو بيتعامل مع أصلا الرشوة باعتبار إنها فعل عادي أقل حاجة. طيب هؤلاء الأشخاص الغارقون في الوحي المتجاوزون فكرة القاع إلى ما يسمى هوامش ما بعد القاع،
الفضاء المكاني الذي يدور في منطقة واحدة، كما أشار صديقي العزيز الروائي الكبير حمد أبو الليل، منطقة حلوان وما حولها. منطقة حلوان بتنوعاتها وبتشابكاتها بالمناسبة الاجتماعية وتمايزاتها الجغرافية، بل هذه التمايزات الاجتماعية داخل المكان، يعني مثلا الإشارة إلى عرب الرواشد أو عرب الرواشد، والإشارة إلى مثلا إلى منطقة أطلس، وهي منطقة شعبية معروفة ومناطق شبه مستحدثة داخل المكان. هذه التنوع الجغرافية السردية التي تعددت داخل هذا المكان الواحد، أو الذي يبدو في الوهلة الأولى يبدو المكان مكتنزا ضيقا كما أشارت الدكتورة صفاء بالفعل، لكن في جوهر المكان سنجد أن هناك تنويعات متعددة داخل هذا المكان. فالمكان أيضا لدى سعيد نوح ليس كتلة واحدة، على الرغم من أنه يقع تحت مظلة هذا المكان منطقة حلوان بين قوسين، زي مثلا حتى قصة المغارة، هنجد أيضا إلى الموضع الذي قتل فيه محمود أمين سليمان السفاح السكندري الشهير وبطل رواية طبعا الأستاذ العظيم نجيب محفوظ اللص والكلاب، وأنا سأتي على هذه القصة بعد ذلك. يبقى إذن سعيد نوح يتحرك في هذه المساحة التي يمكن أن نطلق عليها بوثوق نقدي في الحقيقة أنها منطقة هوامش ما بعد القار، من الهوامش القصية التي أسميها بهوامش ما بعد القار. تتحرك مجموعة سعيد نوح القصصية الصنف حكاية الملاكي والصبية في معظم نصوصها، ولذا ستجد هنا في هذه المجموعة حنفي أو حنفنف وندلاء وصفر، ستجد حضورا متواترا للمكان الذي اختبأ فيه محمود أمين سليمان السفاح الشهير، ستجد طبقات المكان في منطقة حلوان بتنويعاتها وتمايزاتها الشعبية. حين تنظر إلى مجموعة قصصية عنوانها الصنف حكاية الملاك والصبية، فإن ثمة محددات عديدة تبرز وثمة أسئلة جمالية ستنطلق. إن سؤالا مركزيا يمكن أن ننطلق منه هنا يتصل بجماليات هذه المجموعة، أو ما الذي يمنح مجموعة سعيد نوح جدارتها الخاصة؟ يعني في الحقيقة، ولذلك أنا اتفقت مع كلام الصديقين العزيزين الروائية صفاء النجار والكاتب حمدي أبو الليل، وحاول فكرة أن الحديث عن هذه المجموعة يبدو صعبا، يعني أنت تعتقد أنها ستمنحك نفسها في القراءة الأولى، لكن حين تريد أن تنفذ إلى جوهر هذه المجموعة وتطرح خطابا فكريا وجماليا عميقا ينفذ إلى ما يسمى العصب العاري في هذه المجموعة، فإنك يجب أن تتوقف كثيرا وأن تسأل نفسك عددا من الأسئلة الفنية بالأساس. طيب، هذه المجموعة بالمناسبة صفاء النجار مختلفة عن حمد أبو الليل عن إنجي همام في التصورات عن الكتابة، في مشتركات أنا أدركها جيدا، لكن أنا أقصد أقول إن إحنا أمام حتى ثلاث كتاب على المنصة أبناء لتنويعات في الكتابة مختلفة ومتعددة، لكن هذا ما الذي يجعل كل منهم ينظر إلى هذا النص من زاوية تجعله تنوع التلقي؟ نعم. طيب، وده بيطرح أسئلة حول ما الجدارة الحقيقية التي تتسم بها هذه المجموعة. طيب، هل الفكرة هنا في التيمات المطروحة بكل هذه الجسارة التي حوتها المجموعة؟ طبعا جسورة الحقيقة،